أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، نلتقي اليوم في منتدى المرأة العالمي، هذا الحدث الذي يسلط الضوء على الأدوار القيادية التي تلعبها المرأة وتبرز إسهاماتها الاستثنائية في مختلف المجالات، استناداً إلى حقائق وتقارير تثبت مشاركاتها التي تصنع فارقاً حقيقياً وتأثيراً لافتاً ينعكس على المستقبل. لكنني هنا اليوم لأمر مختلف، بعيداً عن لغة الأرقام والإحصاءات، وبعيداً عن كل التقارير والمؤشرات، أقف اليوم هنا لأروي لكم قصة تستحق أن تروى، لأحدثكم عن امرأة أعرفها، عن شخصية استثنائية تركت بصمة خالدة في قاموس الإنجازات. حان الوقت للكشف عن هويتها ووضع صورتها في الإطار الصحيح. حكاية هذه المرأة بدأت منذ فجر التاريخ، أشرقت كما تشرق الشمس، لكنها لم تغرب يوما، كانت حاضرة دوما، ابنة وأخت وزوجة وأم، قائدة وملهمة، شريكة في السلم وفي الحرب، حملت السلاح دفاعا عن وطنها وأرضها، ضمدت الجراح وتفتح ذهنها على التجارة، فعملت في النشاط التجاري وأصبحت سيدة أعمال، وعادت إلى بيتها لتكمل مسيرة بناء الأجيال والعقول، فكانت بانية المجتمع وصانعة الرجال. هذه المرأة، وعلى الرغم من الصورة النمطية المأخوذة عنها لدى البعض، إلا أنها كسرت بشموخها وثقتها بنفسها وإصرارها العديد من التحديات. تميزت بشجاعتها وعملت في أكثر المهن صعوبة، في التعليم والصحة والقضاء والخدمة العسكرية والعمل الدبلوماسي وغيرها، لكنها ظلت مرتدية عباءة القيم والأخلاق، متمسكة بمبادئها وبتقاليد مجتمعها، فصنعت التاريخ بإرادتها وعزيمتها الصلبة. خاضت هذه السيدة مجال الطب وأثبت براعتها فيه منذ بداية الإسلام، فكان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يأمر بنقل الجرحى إلى خيمتها أثناء المعارك والغزوات لمعالجتهم وتضميد جروحهم، وكانت صاحبة أول مستشفى ميداني في التاريخ، ومعروفة بمهارتها في الطب وتصنيع العقاقير والأدوية. ولم تقف عند هذا الحد، بل أخذها طموحها إلى السماء، فقادت الطائرة في عام 1933، وكثفت جهودها حتى أصبحت عالمة ذرة في الأربعينيات، وتدرجت في المناصب حتى أصبحت وزيرة في الخمسينيات، واستمرت بحلمها وطموحها، فوضعت الفضاء نصب عينيها وتركت بصماتها في مجال صناعة الأقمار الاصطناعية والهندسة، وعملت على الأجهزة العلمية ضمن فريق استكشاف الفضاء، حتى توجت جهودها بأن أصبحت رائدة فضاء في عام 2021، وما زال عطاؤها مستمر لا يتوقف. واصلت شغفها بالثقافة والأدب، فصنعت اسماً لامعاً أهلها لأن ترشح لأهم وأرقى الجوائز الأدبية كجائزة نوبل للآداب، وساهمت في إثراء الحراك الإبداعي، فحصلت على جائزة نوبل للتصاميم المعمارية، ولأنها رمز للحب والسلام فقد فازت بجائزة نوبل للسلام، لتترك بصمة استثنائية خالدة تشهد على تميزها في مختلف المجالات. الحضور الكرام، لم تنتهي حكاية هذه المرأة بعد،
فأرشيفها حافل بإنجازات لا تعد ولا تحصى، ولن يسعفني الوقت لذكر كل إنجازاتها، ولكن حان الوقت للكشف عن هوية هذه الشخصية الاستثنائية. هذه الملهمة وصانعة التاريخ هي المرأة العربية. نعم، هي المرأة العربية التي أصبحت اليوم علامة فارقة بين نساء العالم، حيث برعت في كتابة قصة نجاح أثبتت قدرتها على خلق موازنة بين الانطلاق في سوق العمل واعتلاء أعلى المناصب مع المحافظة على قيمها ومبادئها. حان الوقت لتصحيح النظرة النمطية على المرأة في عالمنا العربي. حان الوقت لنسرد قصتنا كما شهدناها. وأنا كامرأة عربية أتحدث اليوم بكل فخر نيابة عن كل امرأة عربية واجهت هذه النظرة المبنية على أحكام مسبقة، ليؤكد عبر هذه المنصة أن المرأة العربية في مجتمعنا مثال الإبداع والتميز ورمز القوة والعطاء. ولذا فنحن لسنا بحاجة لمنظور حديث يطالب بحقوق المرأة أو يعيد لنا تشكيل مفاهيم الحرية والموازنة نيابة عنا. المرأة في مجتمعنا لا تقف على مفترق طرق لتطالب بحقها في المساواة، لأن المساواة بالنسبة لها أسلوب حياة، فهي تعمل وتبني وتؤسس في مجتمع يدرك تماماً قيمتها وأهميتها وأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق أهدافه المستقبلية. هذه هي الصورة الحقيقية للمرأة العربية التي أردت أن أشاركها معكم اليوم لتعرفوها أكثر، ليس من خلال التقارير والدراسات، ولكن من خلال صوت الشاهد على حضورها وريادتها في جميع المجالات والأصعدة. السادة الحضور، لا ننكر أن هناك تحديات نواجهها ليس فقط في وطننا العربي ولكن في العالم أجمع، إلا أن المرأة العربية كانت في كل مرة تستجمع قواها وتعود أقوى من السابق. ولطالما كانت المرأة العربية على امتداد التاريخ ولا تزال عنصراً فاعلاً في عملية التنمية والنهضة في المجتمع، لأنها هي بالفعل قوة التغيير الرئيسية. نحن لا ننتظر من الآخر أن يطالب بنزع القيود عن المرأة أو تحريرها، فالقيم والمبادئ التي نتربى عليها لم تكن يوماً قيداً أو عائقاً أمام الإبداع والانطلاق نحو المستقبل. والمرأة العربية التي تتمسك بقيم ومبادئ مجتمعها هي الأقدر على المحافظة على هويتها وجذورها في مواجهة التحديات. وكإماراتية يسعدني أن أوجه رسالة تقدير لكل امرأة إماراتية، وأود أن أعبر عن فخري بها وعن إعجابي بإصرارها وبجهدها الجبار في ترك بصمة ريادة وإنجاز أينما كانت. ولا يمكن الحديث عن إنجازات المرأة الإماراتية دون التطرق للمغفور لها جدتي شيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان. هذه المرأة الاستثنائية التي أخذت من اسمها روحه وجوهره، وكانت صاحبة قرار وعطاء وريادة. ولطالما حدثنا والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن الصباحات الباكرة التي كان يقضيها معها، وكان يستمتع بالحديث معها عن العلاجات الطبية بالأعشاب، حيث كانت جدتي معروفة بمهاراتها الطبية، وكان الناس يجتازون مسافات بعيدة مع أطفالهم وأقربائهم
لتصف لهم أدوية من خلطات الأعشاب التي تعدها، كما كانت جدتي قادرة على إطلاق النار أفضل من كثير من الرجال، وكان بإمكانها التحكم بالحصان أو الجمل بجدارة، كما كان لها مجلسها مع النساء، ولم تكن تتردد في نقل كل همومهن لزوجها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. وكانت شخصية قوية ومحبوبة في الوقت نفسه. هذه هي جدتي الشيخة لطيفة بنت حمدان أم دبي. التي أنشأت بحكمتها أبناء يقودون مسيرة الوطن نحو المستقبل. هذه السيدة كانت نعمة السند والمعين لجدي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وساعدته في تحقيق طموحاته التي نقل بها دبي من إمارة صغيرة إلى مدينة سلبت أنظار العالم. المرأة الإماراتية أيتها السيدات والسادة، كانت منذ قديم الزمان وقبل تأسيس الاتحاد شريكاً فاعلاً في مسيرة النهضة والتقدم. وتستحضرني في هذا المقام أيضاً ذكرى الشيخة حصة بنت المر والدة جدي المغفور له الشيخ راشد، التي كانت الصديق والمستشار لزوجها الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وصاحبة خبرة ودراية ومعرفة شاملة بإدارة الأعمال والشؤون السياسية، كما كانت سيدة أعمال بارزة وامرأة نشطة اقتصادياً وسياسياً، وكان أيضاً لها مجلسها الخاص في دار آل مكتوم تجتمع فيه مع النساء وتستمع لمشكلاتهن وهمومهن وتساعد في حلها، هذا إلى جانب حبها للخير، حيث كانت تجود بعطائها لدعم شعبها من خلال مشاركتها في إنشاء العديد من المشاريع التجارية. أيها السادة، هذه هي المرأة العربية التي أعرفها، وهذا هو واقعها، وحان الوقت لتروها كما أراها وكما نراها في مجتمعنا. Ladies and gentlemen, we the Arab women. السيدات والسادة، نحن لطالما كنا سيدات عربيات في صلب التقدم نشكل المجتمعات بشغفنا وإصرارنا، فنحن مبتكرات وقائدات ونمثل رموزا للقوة ومنارات للأمل للأجيال القادمة. حان الوقت للعالم بأن يحتفي بالمرأة العربية وإنجازاتها، بل ويتعلم أيضا من قوتها ويتعاون مع رؤيتها ويحتضنها كشريك أساسي في بناء مستقبل أكثر إشراقا واحتواء. من خلال هذا المنتدى وغيره من المنتديات المشابهة، فإننا نشهد نقطة تحول في قصة المرأة العربية، نقطة تحول حيث أصبحت إمكاناتها وتأثيرها بمثابة قوة دافعة في رسم ملامح المستقبل، ومساهماتها تعيد تعريف ما هو ممكن، وقيادتها تلهم التقدم على مستوى عالمي. ما سردته اليوم هو قطرة من بحر إبداعات وإنجازات المرأة العربية، هو جزء من نتاج فكرها وإسهاماتها، ولا يزال هناك الكثير من العطاء الملهم الذي يستحق منا كل تقدير، وأخص هنا المرأة الفلسطينية بتحية إجلال على ثباتها وعزيمتها التي تتجسد فيها كل معاني التضحية والعطاء. وختاماً، تكمن قوة التأثير في تلاقينا الفكري، ومن خلال هذا المنتدى الذي يحمل شعار قوة التأثير، دعونا نسخر جهودنا لإعادة تشكيل المستقبل، لإعادة تشكيل مستقبل واعد يدعم إنجازات المرأة في جميع أنحاء العالم، بعيداً عن أي قوالب نمطية
أو أحكام مسبقة، لنستثمر قوة تأثير المرأة في مجتمعاتنا بأفضل صورة. شكراً على حضوركم وعلى وقتكم الثمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.